السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم نطرق لواحد الموضوع اللي هو تشغل الرأي العام، تشغل الناس خاصة وكل الناس، أنها أصبحت مضرورة أو مريضة أو بها شيء من الجن، من المس، من العين، من الحسد. ونهضروا لهذا الميدان، لهذا الميدان تلوث بزاف حقيقة. كيفاش تلوث بزاف؟ لأن كل من هب ودب أصبح راقي، كل من هب ودب أصبح الشيخ فلان أو علام، كل من هب ودب تنود يفتح مركز وتحدد الثمن الحصة، حتى الثمن باهظ كثير بزاف. مثلا جاء عندنا إنسان من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق أو من الغرب، هذاك الإنسان ما عندوش، عنده سوى القوت اليومي ديالو، ثم الثمن انتقال ديالو في الحافلة أو في القطار أو في وسيلة من الوسائل أو استأجر سيارة كراها، ثم خاصو لوطيل، خاصو باش يدي بلاصه، خاصو الماكله، خاصو الشراب، خاصو كذا الى اخره، وما عندوش. ملي يجي هذاك الراقي ويطلب واحد المبلغ مرتفع وما يسبقوش هو الاول، لان الاسبقيه الناس خاصها تكون جايه من بعد، يعني هم ضيوف، يعني هم الاولين. كاين اللي مخلي شغلو، كاين اللي مخلي انسان مقابلو، كاين اللي مخلي ابناء في المدرسه، كاين اللي مقابل. وتيجي عندك الراقي وداك الشيخ وداك الفقيه، وانا لا احدد الاسماء ولا اذكر اي احد، انا اتكلم بصفه عامه الميدان، احدد لي واحد المبلغ فواحد 3000 درهم ولا 4000 درهم ولا 6000 درهم ولا 5000 درهم، وهذاك الانسان هو 3 شهور ما تيصورش هذيك 5000 درهم، كي غيدير هذاك الانسان؟ ثم تيقول لي خاصك 10 الحصات او خاصك 5 الحصات. يا اخوتي يا اخواتي، ما درسنا عن الشيوخ وما أخذناه من خبرات في عالم الجن والسحر والتكر والعلاج والشفاء بأمر الله وبإذن الله، هو أن الإنسان كالفقيه أو الراقي متمكن، الجن تخرج في نصف ساعة، إما بعهد، إما بإسلام، إما يذهب إلى حال سبيله بخاطره أو بغير خاطره. وكان حذاري أيها الراقي، أيها الشيخ، أيها الفقيه، أن تفكر في قتل أو حرق الجن، سوف ينتقمونك. وإذا كذبت أو شككت في كلامي فالأيام بيننا، إذا طال الله في عمرنا. أنا أتكلمك من الخبرة وملازمة الشيوخ واحتكاكي بعالم الجن وبالجن، أنواع وأشكال من الجن، فهذا حذاري. وهل يمكن، سوف أطرح عليك السؤال، أنت إكس، أنت إكس، سوف أطرح عليك السؤال، هل يمكن لأحد أن يؤذي ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو أخوك أو أحد من والديك؟ هل سوف تتركه في حالي؟ لا، سوف تنتقم مني بأي طريقة، لو بشكاية للأمن أو للمصالح المختصة أو تقلب لي باش تدابز معاه باش أو ما غاديش تدوزها هكذا. أنت مجرد آدمي وداك الآدمي راه تيبان لك، وما بالك تتحرف على القوة خافية وتلك القوة ما تتبانش، كيفاش غدير؟ لهذا أنصح الإخوة الرقاة والإخوة المعالجين، شيوخ، فقهاء، رقاة، لا تفكر بقتل الجن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرنا بعدم قتل الجن، يقدر الجن يكون داخل بخطأ، يكون داخل عن جوع، يكون داخل عن 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 عن, عن خوف. كاين واحد المسألة أخرى، كبار الشياطين يهددون الجن الصغير الذي لا حول ولا قوة له بأبنائه بزوجته، يقوم بخطفهم. وأنا التقيت بحالات كثيرة في هذا الباب، الآن ذلك الجني يخبرني أنه أخذ الشياطين أبنائها، أو جن مسلم منافق أو زعيم قبيلة من الجن، لهم ليس لديهم مدن أو دول، الجن لديهم قبائل، كل قبيلة لها زعيم، وكل زعيم فوقه زعيم، وحسب طبعهم وحسب لهجتهم وحسب تقاليدهم وحسب ديانتهم، هذا هو عالم الجن. ثم يندرجون تحت سبعة ملوك وضعهم الله في الأرض، ثم تلك الملوك وضع الله عز وجل فوقهم سبعة ملائكة جزريهم إذا خرجوا عن طريق الحق. ولكن هناك من الجن من هو خارج عن الحكم، والحكم لله الواحد القهار، يفعل ما يشاء، يعني المرتزق، يعني او المجرم، يعني او زعيم العصابة، لا يندرج في الحكم او في قوانين او في دستور الجن.
لهذا أيها الرقاص أيها الفقهاء أيها الشيوخ، مع الفقيه لوحده والراقي لوحده والشيخ الفقيه الراقي لوحده، لأن فقيه متخرج من زاوية ليس هو راقي، يمكن الراقي أنه ليس يحمل كتاب الله وليس لديه شيخ. ثم نتكلم عن الشيخ، الشيخ أنه متطلع في الفقه، متطلع في الشريعة، متطلع في كذا. ثم نتكلم عن الشيخ الفقيه الراقي الذي من صنفهم أنا، الذي يكون لديه شيخ ولديه قواعد ولديه شيخ يرشده ويعلمه القواعد ويعلمه كيف يتعامل مع الجن ومع توكل بالجن ومع توكل بالجن ومع السحر بالجن ومع السحر بالجن أو السحر بتكهان ديال العيالات بحال الكتانة ديال الجماع عزكم الله بحال الشمع الأسود المجمر القلقادورات الأشياء الخبيثة التي تستعملها بعض النساء الظالمات في سحرهم المحلي، منهم من هي هوية تستعمل لنفسها ومنهم من هي تستعمل للناس بثمن بمبلغ مالي. أنا خصصت هذا الفيديو لكشف الغطاء ولنصح الناس ونصح الرقاص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رقاني جبرائيل ورقيت أصحابي، ولا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ومن يستطيع أن فأخاف ينفعه. والرقية ليس يا أخي بتحديد مبلغ معين، أي عندك زيوت راه تبيعهم، عندك أعشاب غادي تبيعهم، هذوك راه بيع وشراء. أما بالنسبة للرقية غتخليها مفتوحة، هاد السيد لاباس عليه راه غادي نشد من عنده، هاد راه لا غبار عليه، حيت هو تيوصل لحال المجال، تمشي لعند واحد السيد في المجال الطبي باش ما حدد لي الفاتورة ديال العملية أو ديال ثمن دواء تيحط ليه، ولكن يجي عندك أنت راه خاصو يعرف أنه درت تحط داك الجل اللي غتحيد منه مكلف بالسحر أو مكلف بوظيفة في داك الجسم راه غتولي في حرب معاه. لا تمشي في الغلط اخي الراقي اخي الفقيه، انك عندما تتحيد واحد الجن واحد السيد راه تولي راه لا بدا غيبقى تتحيي الفرصه باش ينتقم منك، يقدر يقلب لك السياره ديالك، يقدر يرجع للزوجه ديالك، يقدر يرجع للابناء ديالك. لهذا دعوا الرقيه بلا ثمن وبلا مبلغ حتى تنزل بركه الله وحتى ينزل جنود الله من اجل واطباء غيبيين كما نقول، ومن اجل أن الناس تتشافى وهي سعيدة وليس تتشافى وهي ناكدة، لأن كاين اللي تسلى وكاين مسكين ما عندوش كاين اللي تبيع حوايجو. هذا فيديو خصصته لهذا المجال، والفيديوهات الآخرين إن شاء الله سأخصصهم كيفية العلاج وكيفية التعامل وكيفية من يستفيد من الرقاص الذي ليس له كبر أو ليس له استحياء، كما قال رسول الله: اللي تعلم المتكبر المستحي. وليس أخي الراقي الرقية بال 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 بالمركز او بالاسماء او بالمظاهر او بالقناتك في اليوتيوب او بمراكزك او بهندامك او لا، الرقيه نيه بركه علم قواعد شيخ باذن الله. هذا نستدركت في بهذا القدر لكل مسك الختام، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما إن شاء الله. وسوف أطرق في الفيديوهات الآتية إن شاء الله ما زال هناك من العلوم والذخائر بإذن الله بأمر الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس.
والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي ونفتح من العودة. السلام عليكم ورحمة الله. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب
الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي أخواتي، علاش حطيت الهاتف بهذه الطريقة هكا؟ أي إنسان ملي كتكمل الهضرة ديالي في هذا الفيديو غتبقى تسنى في الهضرة، لا أنا ما هضرتش، علاش؟ ما كملتش، ولكن باش تبقى تركز في هذا العود ديال الند، في هذا البخور، وفي هذا كما نقولوا هذه السمنية هذه، ركز فيها مزيان وشوف غتحس. النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد.
يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد